حبايب قلبي، حبايب قناة لوليتا تو، ونكمل معاكم حلقتنا. والنهاردة هناخد مزيج بقى كده من غرزة الحشو الأمامية والخلفية ونشوف شكلها ايه. يلا نشوف حلقتنا، ما نتكلمش كتير. بصوا ايه رأيك في الشكل ده؟ طب ايه رأيك في الشكل ده؟ في شبه من الكورش التريكو صح؟ قربها معانا، ايه رأيكو؟ طبعا غرزة الحشو الأمامية والخلفية حلقاتها عنديكو تحت، هحطهالكو في صندوق الوصف أو في أول كومنت مثبت عنديكو، مشروحة بالتفصيل. احنا بقى هنبتدي نلعب بقى بينهم ونشوف هنعمل ايه. هنا اهو عملنا ايه؟ عملنا غرزة حشو عادية او وسط، بعد كده خدنا غرزة حشو امامية، لفينا الشغل، خدنا خلفي، بناخد سطر خلفي وسطر امامي زي التريكو، غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، بناخد سلسلة ارتفاع. هنا اللي بارز قدامنا ده يبقى عمود امامي زي ما احنا شايفين اهو، خدنا مع بعض نطلع بيه كده اهو كده. يا رب يكون الشرح واضح. وعد عماله تلعب جوه، وطي يا وعد شوي اهو. نكمل لاخر السطر، خلصنا السطر بتاعنا زي ما انتوا شايفين. بصوا كده امامي، هنلف الشغل نطلع بسلسله وناخده. دي بقى كده جاي ايه؟ خلفي، يبقى انا هاخدها خلفي. انا ماشي اول حاجه معانا هناخد سطر امامي وسطر خلفي ونشوف شغلنا شكله عامل ازاي. اهو فردت مني شويه اهو، غرزة جميلة بنستعملها في ايه؟ الامامي والخلفي، بنستعملها غرز شتوية، كوفية، طاقية، بوفلات. هي غرزة شتوية حتى تلاقوها تقيلة ماسكة ايه زي ما انتوا شايفينها كده. وعامة الامامي والخلفي بيدي للشغل تكسيمة او بيخليه بارز اهو كده اهو. نكمل اخر السطر، بدي الغرزة الخلفية بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفينها اهي، باينة ازاي. بصوا ممكن تبقى واقفة كده، ده كله بقى بالمقاسات وبطريقة القياس بتاعتنا بقى، نشوف ايه على حسب الحاجة اللي احنا عاوزينها. بصوا هي واقفة شكلها عامل ازاي، تنفع في البوفلات الشتوي اهي. وادي الامامية ممكن تعملها على الشكل ده وممكن على الشكل ده زي ما انتوا شايفين معنا. طيب ده احنا عملنا سطر وسطر، طب ايه رأيكم نعمل كم غرزة وكم غرزة؟ يعني مثلا نقول ثلاثة امامي اهو قدامنا، واحدة اتنين ثلاثة. عشان صدقوني لما اقول لكم هي ثلاث اربع غرز وبعد كده العملية ايه افتكاسات في الغرز اهي، خدنا ثلاثة امامي، ناخد بقى ثلاثة خلفي، والامامي نخليه امامي والخلفي نخليه خلفي. يعني ايه امامي نخليه امامي وخلفي نخليه خلفي؟ ده اللي هنشوفه، تابعوني محدش يزهق مننا اهو. غرزتين نطلع، خدنا واحدة ادي التانية ادي التالتة، ونعمل تلاتة كمان امامي على اتنين تلاتة امامي. يلا نعمل ايه اخر واحدة معانا خلفي وعمود خلفي. يلا لف الشوف ونشوف، شايفين
اهو يعني ايه امامي امامي وخلفي خلفي اهو شايفين الباريس ده هنا ده هيبقى خلفي ناخد الثلاثة خلفي اهو كده خلاص كلنا بقينا ايه اساتذه في الخلفي وفي الامامي خلفي من ورا خشي كده يمين يسار الغرزة ونطلع هنقع قاعدين على الترابيزة عمالين يهزوا فيها اهو ناخد بقى امامي اهو اللي هم البرزين اللي قدام دول هيبقوا امامي هاتي خيط واعملي حوالي 20 غرزة وايه وابدأي بقى ايه فنني ووريوني تفانينكم على جروب الفيسبوك على صفحتي على الفيسبوك ابعتولي على المانجر ونعمل واحنا نخترع خلفي خلفي اهو واحنا نخترع غرز ونعمل احنا غرز خاصة بينا ياريت نبطل تقليد شوية بقى عشان هو فن يعني كل واحد بذوقه الخاص بصوا بقى الغرزة معانا لما عملنا ثلاثة وثلاثة بقت فيه غرزة طالعة كده من هنا ودور غرزة نايمة زي ما انتوا شايفين اهي بصوا الناحية التانية عاملة ازاي طيب ممكن نعمل ثلاثة كده ثلاثة كده وبعد كده نعكس الغرز دي بتبقى عاملة زي غرزة بيقول عليها الباسكت وهي اسامي بس هي افتكاسات في الغرز زي ما انتوا شايفين معانا تبقى غرزة الباسكت بتبقى معمولة زي كده بتبقى كده بتبان اكتر في العمود والعمود بلفة بتبقى مثلا كده وكده كده مثلا وكده ده شكل هتيجي السطر اللي فوقيه انت عملتي ثلاثة وطلعتي بيهم كده خلاص نيجي بقى نعمل ثلاثة تانيين بقى نعكسه كده ودول نعملهم كده هتبقى بالمنظر ده لو عملنا سطر وسطر يعني سطر امامي وسطر خلفي هيبقى كده مثلا السطر ده كده السطر تاني خلفي هيبقى كده برضو هيطلع كده خلفي هيبقى برضو بنفس الطريقة كده فهيدينا عدل من هنا وش هيبقى عدل ووش هيبقى نايم كده اهو براحتك ممكن تعملي اتنين امامي تلاتة مثلا امامي واحد خلفي يعني واحد امامي اتنين تلاتة امامي وواحد خلفي يبقى جاي كده وتلاتة امامي بتبقى شبه ايه اللي هي بتاعة الطاقية اللي هي بتبقى جاية كده غرزة البسية بتبقى جاية كده واحدة داخلة لورا واحدة كده اهي بتبقى الشكل ده هيبقى البارز اللي هو الامامي تاني ورية اللي هو بتاع القمر بتاع البروفر والحاجات دي لو حلقتنا عجبتكم ما تنسوش بقى حبشتكنات كل فيديو لايك وشير والسبسكرايب واهلا بكل من بيتابعنا جديد واي حاجة اكتبها له تحت في الكومنتات والدبانة الرخمة دي مش عارفة انا عشان بفتح الشبابيك استاذة وعد بتحب تبص من الشباك انا عندي حديد عشان ما عندي عشان محدش ينط عشان انا عارفة العيال عندي مجانين شوية فهي بتبص بقى من ورا الحديد انا عاملاه حديد فهي بتبص بقى منه ففتحهولي بقى زي ما انتوا شايفين معلش يلا بقى بينا واستودعكم الله الذي تدعو اعدائه ويلا في حلقة جديدة ويا رب تستفيدوا من حلقاتي شيروها لاصحابكم على الفيس ومانجر وكل حاجة ويا رب يكون فتحة خير على ناس كتير وما تنسونيش بالدعوة الحلوة بتاعتكم اللي بستناها باي باي في حلقة جديدة We'll be right back.